ومش غلط اخوك لوحده، غلطك انت كمان. غلط انا؟ ايوه طبعا، انت الوحيد اللي كنت قريب منه واللي ليه في الدنيا، كان لازم تاخد بالك منه وتراعي اكتر من كده. ما تزعلش يا يوسف، بس احنا برضو بني ادمين، ما احناش ملايكه. معاكي حق طبعا. عموما حاول تمسك نفسك وان شاء الله كل حاجه تتصلح. المهم دلوقتي ان احنا رجعنا شفنا بعض. اه طبعا فرح طبعا. طب ما فيش حاجه تانية عايز تقولها لي بعد كل الايام اللي فاتت دي واحنا بعاد عن بعض؟ الحقيقه فيها فرح. طب ما تقول يا يوسف، قول كل اللي انت حاسس بيه، انا فعلا محتاجه اسمع منك كل كلمه وكل حرف. انا زعلان منك يا فرح. مني؟ اه طبعا، من طريقه تفكيرك ومن قراراتك. انا اتصدمت لما عرفت موضوع اعتذارك عن الفيلم. هو ده كل اللي انت عايز تقوله؟ ويعني مستقبلك ما يهمنيش يا فرح؟ مستقبلك اكيد يهمني ويهم كل اللي بيحبوكي. ايه الظروف اللي ممكن تخليكي تعتذري عن فيلم مهم زي ده؟ المواعيد، جدد حاجات كتيره وشغلتني وحسيت ان انا مش هقدر اوفق في المواعيد. ايوه بس ده كلام مش مقنع برضه، ممكن كل حاجه تتوفق. ممكن تعتذري عن اي حاجه، اعتذري عن المسرحيه التافهه دي مثلا. خلاص يا يوسف، اللي حصل حصل. انا كنت فاكره ان في حاجات تانية تهمك في اني رجعت، مش الفيلم والمواعيد. بصراحه في اكتر من صحفي لمحوا تلميحات سخيفه قوي عن موضوع اعتذارك، بيقولوا ان انت مش قد الشغل اللي بجد، وان انت ثقافتك ما تسمحلكيش انك تبقي موجوده في عمل مهم زي ده. ده طبعا حاجه ضايقتني جدا، كان نفسي الاقي في كلامك رد يخليني اعرف احسن صورتك قدام الناس. باينه يا فرح، هو ده اللي يهم يوسف فيكي، الفن ورساله الفن اللي شغلاه وعارفك عشانها وبس. ايوه حتى ان كانت عنده مشاكل كان لازم يقولك كلمه حلوه، كلمه حب تخلي طريقك يبقى واضح ويخرجك من الحيره اللي ملياكي. مروان نعيم، مروان نعيم هو اللي يعرف يحب صح، هو اللي ما بيضيعش فرصه في انه يعبر لك عن اعجابه بيكي ومشاعره ناحيتك. والحيره الاكبر ان كل حاجه بتبعدك عن مروان، حتى الاوامر جايه بالنسيان. النسيان، ومنين هيجي النسيان يا فرح؟ يا حبيبتي النسيان ده اسهل حاجه في الدنيا بحالها. اسهل حاجه ازاي بس يا مستر طارق؟ زي ما بقولك كده، هو الانسان ليه اسمه انسان؟ عشان بيقدر ينسى بسرعه. صدقيني يا فرح، الايام اللي جايه كلها شايلالك نجاحات كتير قوي، نجاحات عمليه ونجاحات ماديه. هصدقني لو قلت لك اني مش عايزه حاجه من الدنيا دي غير راحه البال والعيشه الهاديه، العيشه اللي من غير قلق ولا مشاكل. بفلوسك ونجاحك ونجوميتك تقدري تحققي كل ده، ايه اللي شغلك تاني بقى غير كده؟ الشرايط، اهم حاجه دلوقتي الشرايط، ولا الشيك ولا الفلوس ولا البطولات ولا النجوميه ولا حاجه من دي هتريحني. الحاجه اللي هتريحني الوحيده انك تسلمني الشرايط زي ما اتفقنا، وده اللي جايبني النهارده مخصوص. بس كده؟ يا سلام، غالي والطلب رخيص. انت جيت في جمل وانا كنت عامل حسابي فعلا. ثانيه واحده اسد، يلا بسرعه. ايه مالك يا فروح؟ ولادك دول؟ زي ولادي. قرايبك يعني؟ لا انا ماليش قرايب، مقطوع من شجره. طبعا كان في شجره زمان، بس واحد ابن مؤذيه قطعها من جذورها، ما فضلش غير الفرع اللي واقف قصادك ده. دول ولاد يتامى زي انا بكفلهم. بتكفلهم؟ بكفلهم. ايه مالك استغربت كده؟ انا مش شيطان زي ما ناس كتير فاكره، بالعكس انا بني ادم، وساعات ببقى بني ادم قوي مليان مشاعر واحاسيس، وانت شفت وجربت بنفسك. انا مش لما وعدتك وفيت بوعدي، يعني مهمه نبيله بسيطه عملتيها، جبت لنا حاجات تفيدنا وتفيد الناس وخلاص، مش كده؟ كده. هات يا اسر، روح اتفضلي يا فروح، اعملي فيهم اللي انت عاوزاه، ومن هنا ورايح كل حي في حاله. متشكر قوي. جود لك يا نجمه. ما يلا دعي القلق وابدأي الحياه، واستمتعي بحريتك ونجوميتك. تشاو تشاو يا مولاتي. تشاو.
ممكن ألعب معاكو؟ يا ريت يا مطارق. خلاص هلعب. ورينا ورينا يا دودي. ايه ده؟ العروسة دي يا بابا. ايه ده؟ اللبس الحلو ده مين اللي لبسها كده؟ انا. ومين اللي سرح لها شعرها؟ انا. ومين اللي عمل لها مكياج؟ انا. ومال انت بتعمل ايه يا هاني؟ بعمل بيت. ايه؟ بيت. برافو عليك يا هاني، برافو. بقول لك ايه يا دودي؟ تعرفي تعملي لي كوخ صغير يساعدنا احنا الثلاثه؟ احنا الثلاثه بس. ايوه يا بابا، احنا الثلاثه بس. اوكي. اسد ما اعرفش يدخل فيه. ماشي. ما تخافش عليك لورد يا طارق، يعني دلوقتي اي حاجه هتاخدها تفتكر انها مكافاه ليها وهي في الحقيقه طعم. اه طب كويس والله، هي بتشتغل لصالح المؤسسه بتاعتنا من غير ما تعرف. طيب يا حبيبي ما تاخرش عليا. سلام. تفضل. مليون دولار؟ ايوه مليون دولار. مين؟ مدام فرح العمدة؟ انا اسفه ما خدتش بالي. لا لا مفيش حاجه. الحقيقه انت تستاهلي اكتر من كده. ميرسي. عن اذنك. اتفضل. اتفضل. متشكرين. تسلم ايديكي. اشكرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ وحشاني يا حبيبتي. انت اللي وحشيني يا ست الكل، يعلم ربنا كلنا ناقصين يا حبيبتي من غيرك. مصر يا حقيقي نورت يا ناس. ازيك يا كرداح، عامل ايه؟ مشتاق لك وطار من الفرح يا نجمه. اتفضلوا اتفضلوا. حبيبتي وحشتيني. انت اكتر يا روحي. ده جايب لك معاه شغل كتير قوي، ربنا يفتح عليه ويرزقه. يا ست هاني ده حق النجمه اللي لعلعت وقعدت كتير في بيوتهم. السيناريوهات دي ولا ايه يا كرداحي؟ ثلاث منتجين في عين العدو قصدوني اوصل لك سيناريوهاتهم لغايه عندك، هيتجننوا عليكي ونفسهم تشتغلي معاهم باي ثمن. وقالوا لمحمود انهم مستعدين يستنوكي وهينسقوا المواعيد على حسب ارتباطاتك. ثلاث سيناريوهات مره واحده؟ السيما حلو ووضع وهتفتح لك دراعاتها من واسع، ده في كمان غير الثلاثه يجي خمسه بيكتبوا لك مواضيع ثانيه، اول ما هتخلص هتلاقيها قدامك على طول. ربنا يفتحها في وشك يا فرح يا بنت حواء وادم. ربنا يديكي كمان وكمان. كمان الهاني بيقلب عليك الدنيا وعارف انك جيتي مصر. ده كلمك في البيت ثلاث اربع مرات. هبقى اكلمه ان شاء الله، بس اما اقوم دلوقتي اجيب لي محمود ونزهه الهدايا بتاعته. هدايا؟ هدايا كمان يا اصيله، اللي خيرك على الكل، يا رب يخليك يا نجمه. لو كده ان رحله